قصة السباحة السورية يسرى مارديني قد تجد طريقها إلى شاشات السينما بإنتاج هوليوودي مستقبلاً. الفتاة اليافعة تصدرت العناوين حول العالم صيف العام 2015 حين غادرت دمشق مع شقيقتها السباحة سارة لتنضم إلى موجة جديدة من السوريين الذين هربوا من شبح الموت في بلدهم، فسافرتا إلى لبنان ثم تركيا حيث دفعتا المال للمهربين من أجل إيصالهما إلى اليونان. في المحاولة الأولى للهرب تمكن خفر السواحل التركي من إيقاف القارب وإعادته، وفي محاولتهما الثانية كاد القارب المطاطي الصغير أن يودي بحياتهما مع باقي الركاب، فخلال نصف ساعة فقط كانت المياه تتدفق داخله بسبب عدم تحمله عدد راكبيه الذين لا يجيد معظمهم السباحة. تمسكت الشقيقتان بالحبال المتدلية من جوانب القارب لثلاث ساعات حتى وصلتا إلى شاطئ جزيرة لسبوس اليونانية. وبعد رحلة برية طويلة دامت أسابيع أوصلتهما إلى النمسا مروراً بالمجر، وصلت الشقيقتان إلى برلين وانضمتا بعد فترة وجيزة إلى أحد أندية السباحة القريبة من مخيم للاجئين. اليوم وبعد أربعة أعوام ومشاركة أولمبية تاريخية في ألعاب ريو دي جانيرو 2016 كأحد أعضاء فريق اللاجئين الذين اختارته اللجنة الأولمبية الدولية، تحاول ابنة 21 عاماً العمل على تحسين أدائها عوضاً عن الاكتفاء بالمشاركة المشرفة. اختبار مارديني الأول في بطولة العالم في غوانغجو الكورية الجنوبية لم يرتقي إلى مستوى طموحاتها، حيث فشلت في تحسين رقمها الشخصي وأنهت سباق 100 متر فراشة في المركز 47 بفارق 12 ثانية عن بطلة العالم السويدية سارة سيوستروم. مارديني عانت من مشاكل في كتفها، لكنها عقدت العزم على التدريب من أجل المشاركة في سباق 100 متر حرة، وربما لتحقيق إنجاز عربي غير مسبوق ولد من رحم المعاناة.